طيب خلينا ننتقل منكوب طبعا بالتاكيد، خلينا ننتقل للملف التونسي. والنائبه التونسيه الحقيقه عبير موسي قالت كلام مهم، قالت ان الاخوان بيحاولوا يستغلوا الدوله التونسيه لتمرير اتفاقيات مع القرضاوي. فسر لنا الكلام ده. لا طبعا المعركه في تونس معركه من فتره، وموضوعها الرئيسي فيها اخوان ولا ما فيش اخوان. ودي طبعا من الاصداء التاريخيه اللي انا نبهت اشرت اليها قبل كده، انه في النهايه الوضع حدث في 30 يونيو في مصر، إجلاء الإخوان بطريقة معينة، ليس شرطا أن تكون هذا الإجلاء في كل بلد عربي بنفس الطريقة، تتنوع الطرق وتتنوع المداخل، لكن تظل الظاهرة التي ألحظها وسجلتها مبكرا قدر ما وسعني أن ما فيش طلب اجتماع على الإخوان، ما حدش عاوز إخوان. ليه؟ لسبب موضوعي جدا. إحنا أملنا فيهم وجربناهم بطرق مختلفة، ثم كانت نتيجة التجربة التي هي خير برهان عنوانا للإخفاق أو الخشية من التحولات الإرهابية في بنية الإخوان أو دعشانة الإخوان. ده المعنى العام. تونس وما يجري فيها يدخل في إطار هذا المعنى العام اللي هو إجلاء الإخوان بعبير موسي وبغير عبير موسي. بمعنى أنت لو تلاحظي في الشهور الأخيرة، أنا من فترة يمكن في أوائل الكورونا وغيرها قلت ان احنا قد نكون بصدد ثوره موجه ثالثه من الثورات في المنطقه، وان في بعض الدول هتعيدها، يعني هتعيد الحال. وقلت تونس توقعت انه هيحصل فيها اضطرابات اجتماعيه بنهايه العام الجاري، ودي جرت بالفعل، او ربما ارتباط بين الاضطرابات الاجتماعيه والمظاهرات الاجتماعيه مع المظاهرات السياسيه على مدرج ومنحنى الشهور الاولى من عام 2021. هذا ما قلته يمكن الرجوع اليه. انا اعتقد ان ما يجري في تونس قابل للاستطراد والازدياد. في نوع من تصفيه الحساب مع 10 سنوات حكم فيها الاخوان في صوره حزب النهضه، ورغم ان حزب النهضه خد بالك من التحايل على الاقدار بذل اقصى ما يمكن لابناء هذا التيار المسمى بين قوسين بالاسلامي من جهد للتبرؤ من الصفات المنسوبه لهذا التيار. أنا حاول أن يبدو تيارا عصريا مدنيا متبنيا لإسلام أوروبي، لم يعارض مجلة الأحوال الشخصية، التعبير ده سائد في تونس عن اللي هي قوانين الأحوال الشخصية والمرأة وكذا 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 وكذا، ولا صمم على أن يدرك الكلام عن شريعة إسلامية في الدستور، يعني حاول أن يفلت من الأقدار، لكن تلحقه في النهاية، لأن في فرق بين أن أنت يعني في حجر هيلطش في النهاية مهما عدت. برضو مع 30 يونيو في مصر انسحبوا من المشهد، قال لك يعني ايه ننسحب نتراجع خطوة لكي نتقدم خطوتين. مختلفين، لكن رغم كل هذا الاختلاف في بنية ما يسمى الحركة الإسلامية التونسية أو حزب النهضة الطبع غلاب. صحيح. فتشهدي في البرلمان التونسي في الفترة الأخيرة مثلا لأول مرة مش بس اعتداءات لفظية أو غيرها، بقى في اعتداءات بدنية. اعتداءات بدنية طالت برلمانيا بارزا من حزب التيار الديمقراطي، وطبعا من المعروف ان حزب التيار الديمقراطي وحزب حركه الشعب الناصريه مندمجان برلمانيا في شيء اسمه الكتله الديمقراطيه. كان سلوك رئيس الجمهوريه اللي هو الوحيد الحائز على اغلبيه حقيقيه اكثر من حوالي 75% في الانتخابات الاخيره، يعني الوحيد اللي معاه اغلبيه حقيقيه لكن ما معهوش صلاحيات توازي هذه الاغلبيه، وعشان كده اتكلمت عن قيس تونس، يعني الوعد بالحب ووعد بنهايه الحب دون ان تتحقق، نتيجه الثقه الهائله جدا، الدراما الهائله في المحبه، وفي نفس الوقت عجز اليد المغلول. فرئيس تونس قيس سعيد قابل الكتله الديمقراطيه تعبير عن انحيازه، لانه الذي اعتدى من حليف حزب النهضه او حركه النهضه الذي مسمى بائتلاف الكرامه من السلفيين. رد عليه وفيق عبد السلام اللي هو صهر الغنوشي، قال ان قيس سعيد بقى رئيس الكتلة الديمقراطية مش رئيس تونس. فالاستقطاب هائل جدا، بيضاف طبعا لجانب من جوانب الاستقطاب بطريقة اخرى السيدة عبير موسي. وطبعا عبير موسي هي شخصية يعني الحقيقة ديناميكية، وان لم تكن معبرة عن فكرة ديناميكية، يعني هي اقرب لامتداد لبن علي وغيره، لكن هي كشخصية شخصية ديناميكية. اخر طبعا مظاهرة انها وقفت
قدام مقر الشؤون الدينيه عامله اعتصام او مظاهره مطالبه بالغاء الاتفاقيه مع اتحاد القرضاوي، مطالبه بالغاء اتفاقيه ما بين وزاره الشؤون الدينيه التونسيه وبين اتحاد العلماء المسلمين واتحاد القرضاوي المشهور باتحاد القرضاوي. وطبعا القرضاوي لم يعد رئيسه الان بالمناسبه يعني، بس هو مؤسسه، ولكن بمعونه قطر يعني. طبعا بمال قطري وبدعم تركي، وده امر مؤكد. انما هو قالت احنا نحن مسلمين مالناش ارهابيين يعني باللهجه التونسيه. فالفكره الاساسيه ان هذا التفاعل صداما مع الاخوان، التفاعل الشعبي بمظاهره المختلفه الاجتماعيه والسياسيه والبرلمانيه، في ظني قابل للاستطراد اكثر فاكثر. وفي كلام متصاعد عن ازمه لم يعد ينكرها احد طرف، ازمه محتدمه تدخلها تونس في قطاعات في تونس، منها الأضداد يعني حزب الدستوري وعبير موسي ضد سياسي للكتلة لحركة الشعب أو للتيار الديمقراطي، ضد سياسي. لكن الأضداد المختلفة أصبح منها قاسم مشترك بيتطور مع الوقت وبيمتد إلى رئيس الجمهورية ضد تمام. الإخوان وجناحهم الإرهابي المسمى بائتلاف الكرم. فأنا أريد أن أكرر ثانية أن تونس سوف تدخل مرحلة محتدمة جدا. وطبعا ألاحظ في الصورة التونسية أيضا هذا الاستقلال لاتحاد الشغل عن حركة النهضة ومنوء اتحاد الشغل وأهم منظمة اجتماعية تونسية تمام. لحركة النهضة. وأنا عموما أتطور أنه في خلال العام اللي احنا من ديسمبر اللي احنا فيه لديسمبر اللي جاي ستحدث أشياء كبيرة جدا في تونس، سنتابع، لن تكون على هوى الإخوان وسوف تكون في إطار إجلاء الإخوان من السياسة العربية عموما. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الكبير أستاذ عبد الحليم أنديل، شرفتنا يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.